السلام عليكم، ازيك اخي الطبيب؟ خدنا في اول فيديو اتكلمنا عن البارازايت الطفيليات، وعرفنا ان هي هتدخل تقعد في جسمنا او تقعد فوق جسمنا عادي، تمام، وان هي هتسبب لنا احنا ضرر واحنا مش هنستفيد منها بحاجه طبعا، تمام، واتكلمنا عن شويه تعريفات عنها. تعالوا نكمل. قال لك البارازايت او الطفيليات دي عندها سبيسيفيسيتي، يعني هي متخصصه جدا. يعني مثلا في اول حاجه الهوست سبيسيفيستي، يعني البارازايت تيجي للبني ادمين بس، يعني في ديدان كده هتعيش في البني ادمين بس، فنسميها هوست سبيسيفيك بارازايت. طيب، وفي بارازايت نوت سبيسيفيك. ازاي؟ ان هي تقدر تعيش في البني ادم وتقدر تعيش في اي حته تاني، تقدر تعيش في حيوانات تانيه وبتاع، فهنسميها ان هي هنا نوت سبيسيفيك، او ان في فرايتي في الفاينل هوست. طيب، لما هتدخل تعيش جوه البني ادم، هتدخل تعيش في اي حته ولا ليها اورجان معين تدخل تعيش جواه؟ ليها اورجان معين، يبقى هنسميها اورجان سبيسيفيسيتي، تمام. وقلنا ان المكان ده هنسميه الهابيتات، الموطن بتاع الدوده في جسمك، تمام. طيب، برضو بفكر تاني، انا مش محتاج اي امثله خالص، والحتت المهمه هقول لك عليها، تيجي سؤال الحتت اللي مش مهمه هقول لك عليها ان انت تقراها بس، لان حته الهابيتات دي مهمه لان هي متكرره معانا في كل دوده. طيب، قال لك بالعكس، دي كمان تقعد، يعني مش تروح الاورجن وبس، تقعد في تيشو معين في الاورجن، فهنسميها تيشو سبيسيفيستي. قال لك طيب، هو انت ازاي اصلا تجي لك العدوى بتاعه الدوده؟ يعني ازاي الدوده، ايه الحاجات اللي انت ممكن تعملها فتجيب لك العدوى بتاعه الدوده؟ عايزين نعرفهم اسماء بس، قراءه سريعه في ليله مظلمه كده. قال لك ممكن الميه، الدوده ممكن يكون فيها الميه، ممكن يكون فيها البيض بتاع الدوده، ممكن يكون فيها الدوده وهي صغيره، تمام. فانت حضرتك ممكن تشرب الميه وتكون الميه دي ملوثه، تنزل تعوم في الميه ويكون الميه دي فيها دوده، زي البلهارسيا طبعا مشهوره، تمام. فاول حاجه ممكن تجيب لك الميه. طيب، تاني حاجه السويل، التربه، تمام. يعني مثلا هناخد ان الفلاحين وهم ماشيين لما بيمشوا على في الغيط او في اه بيمشوا في الغيط كده وهم مش لابسين حاجه في رجلهم، لان يعني في دوده تبقى موجوده في التربه تخرم رجلهم وتدخل، يبقى كده التربه كمان، تمام، قدرت ان هي تجيب لهم العدوى، تمام. كلمه بنتريشن اوف سكين يعني بيخرم الجلد. طيب، كمان الفيجيتابلز والفروتس، هناخد ان في دود بيعيش وهو صغير على اليرقه بتاعته، تعيش على الخضروات والفاكهه، فحضرتك لما تاكل خضار وفاكهه من غير ما تغسله فانت كلت الدوده معاه. كمان الانيمالز، هناخد مثلا ان حضرتك ممكن تلعب مع الكلب يجيب لك مرض، تلعب مع القطه تجيب لك مرض، ممكن تاكل اللحم البقري يجيب لك مرض، تاكل لحم الخنزير يجيب لك مرض، كل دي ديدان، يعني كلمه مرض اقصد بيها ديدان، تمام. الليفر، هناخد ان الناس اللي هتاكل الكبده نيه هيحصل لها، هيجي لها ديدان برضو، تمام. فيبقى كده الانيمالز عموما برضو سببت لك المرض. طيب، الارثروبودز، ودي بقى مهمه، هنا بقى تعريفات هامه، يعني هنا بقى دي مهمه يسال فيها ام سي كيو. الارثروبودز هنا يقصد بها الفيكتورز، تمام، الارثروبودز اللي هي الحشرات زي الناموس، الدبان، الحاجات دي، تمام. فهنا الارثروبودز يقصد بها الفيكتور، واحنا خدناها المره اللي فاتت، قلنا احنا عندنا ميكانيكال فيكتور، تمام، ان هو هي الميكانيكال فيكتور ده اللي هو زي العربيه هتنقل بس، قلت لك الدبانه هتقف على الفيسز او على الستول تاخد من عليه الدود وتروح على الاكل بتاعك تلزق لك الدود، يعني الدود ده بيلزق في رجليها من الستول وتروح تسيبه لك على الاكل، يبقى كده هو ما دخلش جسمها، ما كلش منها، ما كبرش، هي بس نقلته، فنسميه ميكانيكال ترانسميشن. انما عندك مثلا الناموس بيعمل حاجه اسمها بيولوجيكال ترانسميشن، لا، هو بياخد الدوده وهي صغيره في بطنه ويخليها تكبر، بعد كده يروح مدخلها جوه جسمك، يبقى الدوده اكلت وشربت وكبرت عنده، يبقى ده نسميه بيولوجيكال ترانسميشن. طيب، بعد كده طبعا الباقي برضو قراءه سريعه في ليله مظلمه، يعني تمام. الكونتاكت، ممكن حضرتك تقعد جنب واحد عنده امل في شعره فالامل يروح لك انت على طول، تمام، يبقى دي الكونتاكت. البلاد ترانسفيوجن، ممكن تنقل دم من واحد عنده حاجه، عنده دوده او حاجه فتتنقل لك، تمام. كمان كونجينيتال او ترانس بلاسنتال، يعني الام يبقى عندها مرض وهي حامل او عندها دوده وهي حامل والدوده دي تيجي للولد الصغير، تمام. كمان عندي الكونيتال ترانسميشن، كونيتال يعني الست وهي بتولد بنيجي احنا بنشيل الليبر دي اللي هي الولاده، تمام، بنشيل البلاسنتا او البلاسنتا تتعور، لو في دوده او حاجه تبتدي تعمل انفكشن او تبتدي تغزو الجسم يعني. طيب، كمان سيكشوال انتر كورس، وده احنا هنتكلم عنه، اقول لك والله الناس اللي بتروح تصيف في مارينا هيجي لها امراض، والناس اللي هتروح تصيف في جامعه هيجي لها امراض تانية خالص، على حسب ايه السيكشوال انتر كورس. بعد كده قال لك طيب، احنا عايزين نشوف بقى ازاي الدوده دي هتدخل جسمك، تمام.
فقال لك والله ازاي الدوده تدخل جسمك، يبقى ده الانفكتيف روت، الطريق اللي الدوده هتدخل منه لجسمك. برضو قراءه سريعه في غرفه مسلمه، اكيد حضرتك هتعمل حاجه من الحاجات اللي احنا قلناها فوق، يعني الميه او الاكل اكيد هتشربهم او هتاكلهم، هيدخلوا عن طريق الماوس. تمام، التربه او انت بتعوم في الترعه اكيد الدوده هتخرج من السكان بتاعك، يبقى هيدخلوا عن طريق السكان. تمام، الحشرات والارثروبودز هيقرصوك، ما هيقرصوك فين؟ هيقرصوك في السكين برضو. تمام، البادي اورفيس هناخد مثلا زي الفاجينا زي النير زي النوز، اي حاجه تدخل منهم يعني، اي طريق يدخل جوه جسمك. طيب المود اوف انفكشن، المود اوف انفكشن ده احنا هناخده كل دوده على لوحدها، يعني طريقه حدوث العدوى، يعني خلي بالك هو الكلام كله ايه زي بعضه، يعني الدوده كانت في الميه وانت شربت الميه، تمام، يبقى دي كده خدت الطريق، ان انت الطريق اللي هو عن طريق الماوس، وان الدوده كانت في الميه يبقى دي الحاجه اللي كانت ملوثه. طيب المود اوف انفكشن، ان انت شربت الميه، يعني سهله ايه فاهمني، يعني هتقول له ايه شربت الميه، طب كلت اللحمه نيه، يبقى اللحمه النيه هي كانت السورس اوف انفكشن، البقك هو الروت. تمام، طب المود اوف انفكشن ايتنج رو ميت، فاهمني، فالموضوع كله سهل يعني. طيب انا دلوقتي لو اكلت اللحمه نيه وكان فيها دوده، مش الدوده دي في مرحله من عمرها هي اللي عادتني؟ يعني الدوده دي وهي صغيره مثلا بنسميها لارفا، انا دلوقتي اكلت اللارفا، يبقى مين اللي جاب لي العدوى؟ اللارفا. اللارفا دي هنسميها الانفكتيف ستيج، ودي لازم برضه هناخدها في كل دوده لوحدها. تمام، يبقى الانفكتيف ستيج دي المرحله اللي انا اكلت فيها الدوده فعملت لي العدوى. تمام، يعني هناخد مثلا ان في واحد لو كل الدوده وهي كبيره وهي بارازايت كبيره ما تعملوش عدوى، انما لازم ياكلها وهي لارفا وهي صغيره، تمام، عشان تكبر جوه جسمه، يبقى دي انفكتيف ستيج. المكان اللي هو الطور الماضي، يعني المكان اللي هتحب تقعد فيه، الاورجن اللي هتحب تعيش فيه الدوده وهي كبيره، الدوده الكبيره بقى اللي دخلت صغيره وكبرت في جسمك وحبت تروح تقعد مثلا في الليفر، ساعتها اسمي الليفر ده البيت بتاعها، الهابيتات، ان هي كبيره استقرت فيه. طيب الدوده دلوقتي دخلت جوه جسمك وعاشت وبرطعت، هل هي هتقضي حياتها جوه جسمك؟ تقول لي لا، عايزه تخلف دود صغير، والدود الصغير ده يطلع من جسمي، والدود اللي هيطلع من جسمي ده يروح يعدي ناس تانيين. حلو، اهو الدود اللي هيطلع من جسمك ده احنا هنشوفه وهو طالع، فنعرف ان مامته موجوده في بطنك، فبالتالي طالما احنا شفنا الدود ده الصغير وهو طالع هنسميه دايجنوستيك ستيج، يعني الطور التشخيصي. يعني مثلا عندي دوده قاعده في الامعاء بتاعتك بتبيض، تمام، البيض ده بينزل في الاسطول، انا هعرف منين ان الدوده في الامعاء؟ ان انا هاخد الاسطول، تمام، وابتدي احلله، لو لقيت البيض بتاعها يبقى هي جوه، يبقى انا كده شخصت من البيض، اسمي البيض ده دايجنوستيك ستيج. تمام، يبقى البيض ده هسميه مثلا الطور التشخيصي. ماشي، طيب الدوده تخرج ازاي من جسمك؟ برضو قراءه سريعه في غرفه مظلمه، ايه الحاجات اللي بتخرج من جسمك؟ لو الدوده قاعده في بطنك في الامعاء هتخرج في الاسطول، لو قاعده في مجرى البول هتخرج في اليورين. تمام، ممكن تخرج في البلد، يعني تيجي ناموسه تقرصك تقول لي انا مش هنزف يعني، اقول لك لا، ممكن تيجي ناموسه تقرصك تاخد منك الدوده وتروح لناموسه، وتروح لواحد تاني ما عندوش الدوده تقرصه فتدخل له الدوده. بالمونري لو هي قاعده في الريسبيراتوري سيستم بتاعك وانت عمال تتف بلغم هتطلع من البلغم ده. تمام، طيب وقال لك سام بارازايت بتتحبس، يعني مثلا البقره اللي جالها دوده، اللي جالها مرض بالدوده ده، الدوده اتحبست في العضلات بتاعتها ما عرفتش تخرج، فهتخرج ازاي لما حضرتك تاكل العضلات دي بقى؟ فاهم؟ طيب بعد كده بيقول لك، طيب هو ايه اللي يحدد ان جسمي يجي له مرض ولا لا، او ايه تاثير الدوده، ايه اللي يخلي الدوده تاثر عليا؟ اقول لك اول حاجه عدد الدود اللي دخل لك، يعني واحد دخل له دوده واحده هل هتعمل له مرض زي واحد دخل له 200 دوده مره واحده؟ اكيد لا. كمان حجم الدوده، تمام، الدوده دي صغيره ولا كبيره؟ ما هي في دوده تروح تقعد مثلا في البايل داكت ما تسدوش، انما في دوده كبيره تقعد في البايل داكت تسد يبقى عملت مرض. الهابيتات هتقعد فين؟ يعني هل انت هتجيب الدوده اللي هتقعد في العضلات زي الدوده اللي هتقعد في البرين؟ السبيشيز اوف بارازايت، يعني النوع الدوده نفسها، في دود مثلا راجل مسالم بيدخل يعيش في حته كده معينه ويطلع سموم بس ما يكسرلكش حاجه، وفي واحد وفي دوده تانية يبقى عندها سكاكين في بقها تقطع لك الامعاء، يبقى كل يبقى المرض جه على حسب الدوده. التوكسنز، هل الدوده دي بتطلع سموم ولا لا؟ تمام، طيب يعني خلي بالك احنا هناخد كمان قدام ان احنا مثلا عندنا دوده في دود هيبقى في ميل وفي ميل، تمام، فناخد ان لو دخل لك الدوده الفيميل تعمل لك اعراض، يعني تعمل لك مرض خفيف، لو دخل لك الدوده الميل ما يعملكش حاجه، لو دخل لك الاثنين مع بعض قول على نفسك الرحمن الرحيم. طيب دخل الدود دلوقتي واحد عنده دوده، ممكن الدوده دي تاثر عليه في ايه؟ طبعا دي حاجات مهمه عشان تعمل دي تيجي ام سي كيو، يعني قال لك والله ممكن الدوده دي تروح تسد الانتستين او تسد البايل داكت، يبقى عملت اوبستراكشن،
يبقى هسمي الموضوع ده ان هي عملت ميكانيكال باثوجينيسيس. باثوجينيسيس يعني مرضي، تمام؟ واعرفهم هنا ملونهم لك زي بعض، ولما تلاقي في الام سي كيو اوبستراكشن اعرف ان دي ميكانيكال على طول. طيب عندي كمان تروما. تروما يعني ايه؟ احنا هناخد شخصيتين اسمهم حسين وفايزه، دايما اعرف ايه، فايزه ضربت حسين بالشوم عملت له تروما، تمام؟ تروما يعني تعويره، تمام؟ طيب تروماتيك، والله لو الدوده دي خرمت الجلد مش هتبقى عملت كده، عورت الجلد من بره، يبقى نسميها اكسترنال تروما، تمام؟ اللي هي عن طريق الانفيجن اوف سكين. طيب الدوده دي لو مسكت في الامعاء جوه مش عماله تعور في الامعاء، يبقى هنسميها انترنال لان الامعاء جوه. كمان الدوده ممكن تطلع سموم، تمام؟ الدوده ممكن تطلع انزيمات تكسر بيها الخلايا بتاعتك او تكسر بيها التيشو، فتعمل تيشو دامج او نيكروزز. نيكروزز يعني التيشو مات، تمام؟ ممكن تعمل سيلولار ديستراكشن، ممكن تبتدي الدوده دي تكسر لك الار بي سيز عشان تاكلها هي مثلا. ايه بقى الاعراض اللي المريض يجي يشتكي لي بيها؟ يعني المريض هيجي يقول لي ايه؟ برضو دول اسماء كده قراءه سريعه. يجي المريض العياده عندك يقول لك ايه، او اهله يقول لك ايه، ده خس النص، فاهمني؟ بقى جلد على عظم كده، يبقى هو حصل له سوف ويت لان في دوده بتاكل الاكل بتاعه والدوده دي عملت له انيميا. طيب ممكن يحصل ميكانيكال بريشر، يعني مثلا هناخد ان في دوده بتعمل حاجه اسمها هيداتد سيست، او مش عايز امثله يعني، بس دوده هتعمل كوره كبيره كده او كيس كبير مليان ميه، تمام؟ فالكيس ده هيضغط على الاورجن، ما هو مفيش مكان في البطن فاضي، فهيدوس على اورجن معين. طب لما داس على الاورجن ده بوظه، تمام؟ يبقى كده ميكانيكال بريشر. او الدوده اللي راحت سدت الامعاء او سدت البايل داكت، ما دي عملت ميكانيكال اوبستراكشن. طيب في دوده تعمل التهاب، يبقى هنعمل، يبقى هتحسب تعمل انفلاميشن. في دوده تطلع سموم، يبقى تعمل توكسين. يبقى انا العيان هيجي اشوف عليه اثار التهاب، او هاجي الاقي ان الاقي وشه مصفر كده وبتاع، كان واعرف ان في سموم في جسمه. طيب كمان ممكن تعمل له حساسيه، الرجيك رياكشن، حساسيه. طيب ممكن كمان الدوده دي دلوقتي الجهاز المناعه مشغول بيحارب الدوده، فدلوقتي اي بكتيريا عايزه تدخل مش هتلاقي حد يقول لها انت رايحه فين، الجسم بقى عماره من غير بواب، يبقى هي وجود الديدان في بطنك هتسهل دخول البكتيريا للجسم. طيب هناخد ان في ديدان بتاعت القطط تيجي للست وهي حامل فتعمل تشوهات في الجنين، يبقى تعمل كونجينيتال انوميرز، وممكن تخلي الست اصلا يحصل لها اجهاض، تمام؟ اللي هو الابورشن. طيب واد صغير جات له دوده فهو على طول سخن وعلى طول تعبان، هل هيعرف يركز في المدرسه؟ لا، يبقى قللت المينتال كونسنتريشن بتاعه عارف هو في سن المدرسه. كمان هناخد ان في ديدان زي الاليفانتيزس تخلي البني ادم ده مش قادر يتحرك، تشله، تمام؟ او تعمل له اعاقه، يبقى عملت له ديسابيليتي، اعاقه، او فيزيكال موربيديتي يعني تعب جسدي، فهو مش قادر يتحرك، مش قادر يعمل اي حاجه. في بقى ديدان ربنا يكرمها كده جريفز بروجنوزز، جريف بروجنوزز او فيتال، يعني ايه؟ يعني منها والقبر. يعني الاعراض المريض يجي يقول لك ايه، ده مات، فاهم؟ يعني اهل المريض يقول لك ايه، اه والله ده جات له، ده تعبان من يومين ومات، يعني فهو مات بسبب دوده، هي ودته على القبر، انت مش هتلحقه يعني في العادي. طيب في كمان نيرفس مانيفستيشن تاثر على الجهاز العصبي بتاعه، والله راحت قعدت في البري. طيب بعد كده قال لك تعالى بقى ايه اخر تعريفين عندنا، دي تعريفات مهمه كده ليك في العياده. قال لك عندنا حاجه اسمها الانكيوبيشن بيريود. يعني ايه انكيوبيشن بيريود؟ يعني فتره الحضانه. بمعنى هو انا بعرف منين ان البني ادم ده عنده دوده؟ لما تبتدي تظهر عليه الاعراض، فاهله هيشوفوا ان هو عيان فهيبعدوا عنه عشان ما يتعدوش منه. طيب تخيل ان الراجل ده بقى الدوده جوه جسمه، تمام، ولكن لسه الاعراض ما ظهرتش عليه، فدي بنسميها فتره الحضانه او الانكيوبيشن بيريود. دي الفتره ما بين دخول الدوده لجسمه وما بين او ظهور الاعراض عليه، تمام؟ طيب في الفترة دي هو ما عليهوش أعراض وبيتنطط زي القرد، تمام؟ خطورته في إيه؟ خطورته إن إحنا أولاً مش عارفين إن هو عنده دودة فممكن يعدينا، إن هو يقدر يعدي الناس عادي والناس شايفة إن هو سليم. طيب بعد كده، طيب دخلت الدودة وبدأت تعمل الأعراض، إحنا اتفقنا إن إحنا هنشخص الدودة من البيضة اللي هتطلع أو من أي حاجة هتطلع منها من بره الجسم. طيب الدودة دخلت وأنا عمال آخد براز أو آخد تحليل براز وأحلله، تمام، ما ألاقيش فيه بيض. ليه؟ قال لك لان دي بتبقى في فتره اسمها البري بيتنت انكيوبيشن بيريود، تمام؟ يعني فتره ان البني ادم تعرض، دخلت الدوده في بطنه وبدات حتى الاعراض تظهر عليه، ولكن لسه الدايجنوستيك ستيج ما طلعتش في الستول او اليورين او البلاد، تمام؟ فدي خطورتها في ايه بالنسبه لك؟ خطورتها انت هتبتدي تحاول تشخصه من الاعراض لغايه كتشخيص مبدئي كده، لغايه لما تبتدي الدوده تطلع في الستول، فتبتدي تتاكد ان هو عنده الدوده دي بالظبط. تمام، عشان كده هنبتدي ندرس في كل دوده ايه الكلينيكال مانيفستيشن
او ايه الاعراض اللي تظهر على العيان تعرفني ان الدوده دي قاعده في الحته الفلانيه وان دي دوده او اتنين او تلاته عشان تقلل. يعني انت مثلا ناخد 30 دوده، يعني هتلاقي مثلا ان انت في الاعراض تقدر تحدد ان هي يا دوده واحد يا دوده رقم اتنين بس، يعني تقلص الدود اللي انت بتفكر فيه ان هو ممكن يكون جاي له العدوى بتاعته يعني. تمام؟ طيب انا معاكم على الجروب ان شاء الله، لو في اي حاجه تقدروا تسالوني في اي وقت، انا اعتبر صاحي 24 ساعه يعني. موفقين باذن الله، وهنكمل المحاضره الجايه عشان نبقى خلصنا الاسبوع الاول ان شاء الله.